عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكيو على إلقاء القبض على شخص في مطار من المطارات بشبهة إرهابية وتوفى في السجن. لكن قبل كل شيء ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وحصري، وطبعا فضلا وليس بالأمر فما مشكلة توا، فما شخص دخل لتونس عبر أحد المدارات لقاو عنده ديزاباغي تاع تجسس، تم القبض عليه. خلينا نشوف شنو اللي صار فيه. أذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة سجين أجنبي توفي بأحد مستشفيات العاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى المستشفى. ونقلا عن قناة التاسعة حسب معطيات الواقعة، فإن السجين الأجنبي الحامل لجنسية دولة أوروبية تم إيقافه تحفظيا على ذمة قضية ذات سبقة إرهابية، حيث تم ضبطه بأحد المطارات وبحوزته أدوات ومواد يشتبه في استعمالها في التجسس. فتمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي قرر إبقاؤه بحالة صراحة. فاستأنفت النيابة العمومية قرار الإفراج لدى دائرة الاتهام التي نقضت قرار قاضي التحقيق وقررت إيداعه بالسجن. وحسب ذات المعطيات فقد تعرض السجين الأجنبي مؤخرا إلى وعكة صحية تم إثرها نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، إلا أنه توفي بعد دخوله المستشفى بيومين. ما تنسوش لايك اشتراك تفعيل الجرس. باي باي.